ما بمسكه. الله عليه. يا سلام يا صديقة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله أوقاتكم بكل خير. اليوم بس أنا وعزوز وجوانا والباقيين مسافرين، أو لا تجي تسافر تحط جوانا ثم تروح طيارة تأخذ مجهودي وهكذا، وأنا أقعد دادة في البيت. وأخيرا يا جماعة، مكاني المفضل القرية العالمية افتتح، لكن هالمرة في تغييرات جذرية. قدامي يا جماعة العراق أول مرة يا جماعة، والثانية اللي هي الأردن. يعني اليوم إحنا بنتمزمز على أكل وموسيقى يعني فلكلورية مو طبيعية. قبل هذا كله أنتوا شايفين أن السعودية غيرت بوابتها؟ واو ما شاء الله، أول مرة. خلونا نشوف يا جماعة، والله يعني متحمس على القهوة وعلى الطيران. أنا أبي أتنكس اليوم يا جماعة، أبي أتنكس. إن شاء الله حاطين عصيدة تمر ولا شيء. ما شاء الله تبارك الله، غيروا كل شيء حرفيا، غيروا كل شيء. كل شيء كان هنا التمور والقهوة، هذا اللي يخليك تجي المكان هنا مليون مرة يا جماعة. وكل سنة عندهم هنا تجديد مو طبيعي، ما شاء الله صار فل. جماعة وش ذي السبحة ذي اللي تنور؟ هذه وش ينقال عنها؟ هذه يسمى الأبال. أبال؟ نعم. سبحان الله، والله تنور كأنها دورية. أعطاها هدية لجوانا. إحنا مساكين أنا وأنت. شفت كيف؟ لا حول ولا قوة إلا بالله، تستاهل والله جوانا. هذه إيش اسمها؟ أمثست. أوه يلا. حجر. شكرا جزيلا لكم والله. الله يعطيكم العافية. يا جماعة ما شاء الله تبارك الله، والله ما عرفت الجناح السعودي تغير 100%. لحظة، هذا المقهى حق او ماي جاد، وين جلسة الطرب اللي كانت فوق؟ شوفوا ايش صارت، صارت هنا. هلا بالطيران، هلا. شوف المكس الحلو، الحلوى العمانية موجودة بالجناح السعودي. يا سلام. يلا حيا، ايش الاخبار؟ شبارك ما شاء الله تبارك الله. يا سلام، عاد ما يحتاج، احنا تونا جينا من صلالة. رجعتي ورا وصلالة صح؟ ما شاء الله. شوف عزوز كيف يحمون المصقاع والطيران بالدفايات، يبغى لهم ساعة عشان يسوون الطنقن طنقن. وليه يسووا؟ ليه يسخنوا؟ هذا يا بابا جلد، هذا جلد ماعز او جلد تيس او وات ايفر، عشان يتمدد ويصير الصوت حلو. اوكي. ايه عشان كذا يسخنون ان شاء الله. يا جماعة اذا كانت المعلومة دي انا من كيسي، واحد يصحح لي. ونغادر الجناح السعودي ونروح الى الجناح العراقي. انا اليوم ابغى دولمة. واو شوف الجناح المصري حاطين هذا اخنا اخوخ، ما ادري ايش اسمه. حلو المكان. لا اخنا فوف، ما ادري اخنا اخوع. ابو الهول ما له دخل الله يحفظه. ابو الديناصور، ما ادري الله. ابو الديناصور خير ان شاء الله. انا ليش اليوم قلت ابغى اشوف الجديد؟ لانه جديد. هذا الجديد في القرية العالمية، عشان كذا انا ابغى ادخل العراق. البوابة سلم لي شيء فخامة من الاخر. شاي عراقي؟ شاي عراقي. ترى انا جاي خصيصا عشان الجناح العراقي. بسم الله. ترى يا جماعه شوف، انا اعرف الشاي العراقي، ما قصر حقين الصمد وذولي. بسم الله الرحمن الرحيم. اوبا 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 على الدماغ. دائما الشاي العراقي كذا على الدماغ صدق. اول ما تدخلوا الجناح العراقي بتلاقون هذه بارادايس عند الشاب اللطيف هذا. كل عراقي عندك ولا شيء ايراني وعراقي؟ شيء روعه. عندنا هذا المكان الجميل، شوف الساعات تحف تجنن. طال حق السكر هذه، ما شاء الله، والاثاث والسجاد. وهذا حق البر يا ولد، يبغى لنا كبيسه هالشتاء. هالشتاء لازم ناخذ البنفسجي. لا ما بنقعد على الرصيف الله يحفظك، بنروح البر. يا سلام، هذا نسائي؟ نساء يونيسكس. نساء او رجال يلبسونه؟ ايه. هلا شوف بس انا عشان ازيدك من الشعر بيت. ايه ما شاء الله. عراقيه. تطريز فلسطيني. تطريز فلسطيني عراقي. الله الله الله، ميكس حلو والله. هلا، هذا مرسم ذا والشباب. واحد نفسه. تبغي واحد؟ بالله كم اخذتي دميه من كوريا؟ واحد. واحد ألف. واحد ألف ممكن. تعال تعال، كاهي وكيمر وعسل. كاهي اعتقد شاهي، كيمر يعني قيمر. يا سلام.
دلعنا يا اخي، دلعنا بالعراقي شلون؟ وش اسمه كيف؟ هذا الكاهي والقمر العراقي. عراقي عراقي. عراقي 100% عراقي مو عراقي. ها عراقي 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 اللي هو وزن وصافي. الله عليك. والان مع تجربه كاهي وكيمر والدولمه العراقيه. ذوق الحلقه كان حلو. عراقي عراقي. ها بقالنا الحين ايش تسمونه؟ شاي؟ شاي. وزن وقافيه. والله بتعطيني قصيده على الله يسعد قلبكم يا شيخ. يلا او ماي جاد شكله حلو. لا لا خلنا ناخذ الموالح. لا لا الشباب عطنا عطنا قضمه البعير النائم وقل لنا وش رايك. لا خذ الورقه كلها، ورقه العنب كلها. فينا وش رايك؟ بسم الله. ها وش رايك؟ لا لا سلامات. طبعا وشطبنا هذه، باقي الحين الكاهي. على فكره انطقوها، قولوا كاهي كاهي وكيمر. كاهي وكيمر. ها كاهي ام 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 والله قل بسم الله. ايش رايك؟ والله يا جماعه اول مره بنجربها، بس يتجنن شكلها واضح. الله يسامحكم خلصتوه، انت اللي خلصت. عادي بالعافيه بالعافيه. الاكل العراقي دائما يفوز. الكاهي والكيمر اول مره اذوقه بحياتي، فاخر من الاخر. القريه العراقيه او الجناح العراقي لا يفوتكم، كل شيء فيه موجود، الحلوين هذول موجودين. انا مغرم بالبوابه هذه. وننتقل الحين يا جماعه الى جناح النشامه، جناح المنسف، جناح القهوه السوداء، وهذا هو جناح الاردن. يلا بسم الله. سحلة ايس كريم ايس كريم ايس كريم ايس كريم نافي طوسة سحلة. جوانا مخلينا امريكانا اليوم. الله عليه. الله 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 يا شيخ النظري وه وه وه. يا سلام يا سلام. يقول هاي دائما يلبسونها في رمضان. شوف الشباب ايش فيك يا ابن الحلال. الله عليك حلوه كذا الربطه يجنن. ولا زالت المحاولات على قدم وساق. يا سلام. اشوف بابا والله يجنن عليك. شوفي نفسك في المرايه. الله انت سو كيوت. شوفي نفسك في المرايه مره يجنن. حبيت اللبس والله. يا سلام عزمونا قالوا تعالوا تذوقوا. الله الله هذه بوكيه وردي يا حبيبي. يلا تذوقوا ما شاء الله. هذه وش الحلقوم؟ حلقوم. اشكرك اشكرك يا اوه في واحد يدق طبله هناك. انا لفت نظري هالصوت ما شاء الله. شوفوا الوجه السمح ما شاء الله تبارك الله. احييك على الابتسامه. ابي لي غساله طلع ايس كريم. هذه وش البوبه؟ عربيه سوريه ما شاء الله اصليه. تحيه لاهل سوريا والله. يا سلام البيت الاردني. هنا 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 الكلام، هنا نشوف التراث. يا اخي والله اقدر الشمغ اللي فيها هالسوالف. الله فلسطين الله يحميهم ان شاء الله. الله البعرور. هذا قضمه البعير النائم ما شاء الله عند كعك النشامه. يلا حيهم. تفضل. والله يسعدك ما مدانا ندخل. هذا ايش؟ عمي هذا شغل بيت. الله يسعدك. شغل بيت. أيوه. هذا الكعك. تفضل. ايوه هذا الكعك المقدسي. بسم الله تتعشون عنا. الله يسعدك. وهذا الشاي مع الميرابيه. والله شم الريحه ما شاء الله كثر خيركم والله. كيف طعمه؟ مره قوي. مره قوي يعني يعني بطل ما شاء الله. الله ريحه المراميه. اي عزوز اول مره يجرب مراميه. بالله اعطينا رايك في المخ صح؟ وما يستوي تدخل الاردن وما تجرب الزعتر. هلا ومرحبا. على طول ما مدى ندخل ما شاء الله. على طول خلاص تعشيت زعتر ايام المدرسه ما شاء الله ما شاء الله. في دبكه الحين دبكه على دور ما شاء الله. خلنا نشوف. هاي هاي فرحتنا فيك ما شاء الله. طلعنا من جناح النشامه. وش حصلنا؟ شايفين عرض الدرون ما شاء الله. ما ادري وش هذا. تعال تعال وش تشوفون؟ دولفين. والله ما ادري يا جماعه. فنم صح. اوه والله كانه ثعبان ولا فنم.
او ماي جاد والله كاني في عرس دولي مو طبيعي. احنا الحين رايحين الى الجناح التايلندي او القريه التايلنديه. ليش؟ عشان ناخذ ذاك السكريم. هو بالجهه الثانيه. هو في الجهه الثانيه طبعا من المكان من القريه العالميه. وش بابا؟ ان شاء الله ما وخروه. لا لا وين لا يوخر. بروح تايلند اجيب سكريم. وش بالله بالله شوف وتقولي ليش احب القريه العالميه؟ لان الالوان هذه حياه يا جماعه. كل شيء للحين الدرون ترى شغال. كل شيء فيها ديتيل ما شاء الله. مره ما شاء الله تبارك الله. طرب طرب افغاني طرب افغاني. تعالوا 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 افغانستان. هلا هلا الصديق. الله عليك الله عليك يا صديق. انا ما في خوف. الله عليك. زما خوشانتي ام نشيلي زمان. يا سلام وصلنا يا جماعه. والله على بالي ساحر هذا تايلند. ارحب هذا وش ذا؟ جوانا في عصفوره ضايعه. الحقيها الحقيها. سياره ريما. والله سياره ريما هذه. والله ريما صديق. لا لا الظهر هذا دعاية. معقول أحد يقدر البطل؟ ما أعرف والله. السلام وصلنا تايلند. آه شوف اللبس التايلندي هذا هو يا صديقة. يا سلام هذا هو الاسكريم. يلا أنت توكل على الله أنت مشغولة بالجوال حيل اليوم. أحلى اسكريم مانجو هنا مو طبيعي. زحمة ما شاء الله سرة. قرية تايلندية زي ما قلت لكم دخون واسكريم بس. الله عندهم والله الدخون مو طبيعي ما شاء الله. طيب الله فالك يا صديق. هذا لا يحدث كل يوم. يا سلام وين حق جوانا؟ اوه اخذتي باشن فروت. سلاش يس ما شاء الله. وعزوز اخذ سلاش وايس كريم. عزوز اخذ الاثنين. والله انك خطير يا شيخ. طيب علمنا يا اخي. اسلم. يا سلام. شرينج شرينج قطع بقدونس الله يهينك فيها. الحين وش فيكم منتظرين هنا؟ ناخذ المنيون. ضايع يا بابا. الريمة. طيب لون عيونه ليه زي كذا؟ طيب يا بابا انتوا بتشترونه مو بانا. انا ما انا قاعد اشوف عيونه يشبه ريما مو صح؟ يا بابا هذا شكله ضايع اصلا من بيدخل بيتنا يعني. يلا يلا ادخل بيتك عشان ريما. بنحطه فوق التلفزيون بعد. ليش؟ عشان نضيع كلنا. يوم ميلادها بعد كم يوم. توكل على الله. هذا ويش؟ خايف والله. جماعة شايفين اشكالهم؟ في واحد ثاني. ها؟ هذا انا كيف انا يعني؟ شوف عيونها. جبهتها ما في، انا اجيبها عندي. جبهتها. هلا ابو سميرة. يا اختي حلوة هذه. كيوت. او ماي جاد شوفوا حتى ثقلها يا جماعة. خوف ما ابغى امسكه. شوفها. اخاف يقوم بعدين يبكي. لا والله. يا جماعة من جد كأنه طبيعي والله. أو بسم الله الرحمن الرحيم. عندنا واحد وقفني قال بعطيكم نصيحة. تفضل طال عمرك. نصيحة؟ إيه. لك المجتهد النصيب. الله أكبر عليك. إيه الحلاوة دي؟ إيه الحلاوة دي؟ الله يعطيك العافية. شكرا. زي اللي يقول إذا أنت عطشان اشرب ماي. ما قصرت والله. اخيرا لكن ليس اخرا يا جماعه احنا في شارع ابو كريشه شارع السعاده. شوفوا ما شاء الله هنا كل ما لذ وطاب. طب وتخير. شوفوا شوفوا الجمال والله. بس لان تعبنا والله شوي بادخل الجناح السعودي اخذ لي قهوه وهيل وتوكل على الله. يمكن في ناس تستغرب تقول بدر ليش ما غطيت جميع الأجنحة الدولية؟ بقول لكم ترى في فيديو طويل في قناة سوالف بدر حق القرية العالمية هالعام الماضي. لكن إن شاء الله بس يرجعوا ترجع ريما وخولة ومجودي من السفر وبنسوي لكم أحلى فيديو وأجنحة مختلفة. يا سلام. ما أقدر أمشي يا جماعة ما أقدر. يا دار لا هندي ولا هان راعي.
جماعة أبغى أجلس بس عيالي مو مخليني، يقولوا تعبوا. والله ما لومهم، والله ما لومهم يا جماعة. هذه أغنى خوخ مدري شو اسمه المصري، هذا المغربي، بس المصريين هالسنة بدعوا، فعشان كذا أبغى أدخل بس مو مخليني عيالي. المرة الجاية نودع هذا المكان الجميل في نهاية هذا الفيديو. لا تنسوا من اللايك والشير والسبسكرايب، أهم شيء السبسكرايب. باي. أنا زوجي سيد قهوة. ما دخل إلا في دخل وثنتين. إيش في ذا؟ يبغى نام. شو عشان كذا يقولوا تعبانين؟ عزوز. عزوز.